اجهزه التكييف في مصر دلوقتي هو الجهاز بتاعنا. الاجهزه اللي موجوده اسال هي موجوده مثلا يونيون اير ارخص، اسال هل هو موجود ولا لا. هو بيعرض اسعار بدون ما يعرض سلع. احنا لا بنعرض السلعه والسعر. الواحد ونص واربعه 600. الواحد ونص اربعه 600 ده اللي هو البارد. ده اللي هو المتوفر لا اللي هو برده كان في بارد ساخن 4900 موجود برده. ممكن حضرتك في 2 وربع بارد ال 1 ونص 4600 بارد. وفي 1 ونص بارد ساخن 4900. ال 2 وربع 6300. 6300 اللي هو البارد. البارد البارد ساخن 6600 ده ال 2 وربع صح؟ تمام. جبت اسطمبات تشكل لك الخام ده يبقى تصنيع. لو جالك الشيت ده متشكل جاهز وتبتدي تجمع الشيتات مع بعضها تعمل البودي الخارجي وبعدين تركب المكونات الداخليه لما هتبص على الخط هتفهمه احنا فاحنا مصنع لتجميع التكييف وده يعني دي صناعه كبيره يعني مش ضروري تبقى عامل المكونات الداخليه دي يبقى ليها شركات متخصصه لانتاجها. هو انا بنسبه 100% السخان والثلاجه تصنيع الغساله والتكييف والبوتاجازات ده برضو يعني التجميع ده يعني في مصانع تجميع سيارات ده كده كمان يا فندم مفيش طبعا التكييف انت هنا جزء من العمل بيتم بعمالتك انت المصريه بتكاليف التشغيل اللي خاصه بيك هنا ممكن تكون اقل كتير من بره. هو بالنسبه لامكانيات التكييف دوت مقاربه مثلا للشركات المنافسه او التكييفات لا التطهير ما كانتش تزيد عليه يعني ممكن تكون اعلى مش يعني دي اعلى من الشركات الثانيه؟ يعني هنقدر نقول ولا تقريبا نفس المستوى؟ ما كانتش تزيد لم تقل. بس انا لاحظت جزئيه ان هو برضه شويه غالي. انتاج الحد. عدم رفع اي اسعار. ما فيش اي حاجه اتاثرت خلال الفتره اللي فاتت من موضوع العمله او كلام من ده؟ لا نهائي يعني التعليمات صريحه الحفاظ على مستوى الاسعار ثابت ان ما كانش كمان مع امكانيات التخفيض يعني بحث الامكانيات ان احنا نخفض مع ثبات الاسعار. يعني اللي خلينا في ثبات الاسعار دي توجيه يعني فعلا ده والمحافظة على الجودة يعني ارتفاع مستوى الجودة كما هو او رفع كمان استمرار مستوى الجودة مع المحافظة على ثبات السعر. المنتجات لا تقبل غير نسبة جودة 100% اعلى مستوى الجودة اللي ممكن تتحقق لأي صناعة. هنا المصنع هنا ما بيشتغلش اي حاجه عسكريه. لا لينا منتجات عسكريه. لينا منتجات.